صدر ومكتملي شوفت محمد شرى هذا المذلي. يلا خلي لوكي. مستمعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، انطلق في هذه اللحظات الشوط الثالث، والشوط الثالث مخصص للابكار، ومسافتنا 3 كيلومترات. احيل الميكروفون وجوائزنا نقديه في هذا الشوط. احيل الميكروفون للزميل حمود بن راشد اليماحي، اللي ايضا بينطلق معكم في الوصف التفصيلي لهذا الشوط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، حفلنا الكريم، اسعد الله صباحكم بكل خير في هذا المهرجان، مهرجان ايضا الذي يقام على ارضيه اماره راس الخيمه في ميدان السوان على بركه الله تعالى. اعلنت انطلاقه الشوط الثالث الخاص لايضا لابكار الحجايج لابناء القبائل. نطلب من الله التوفيق والسداد والنجاح هنا على انطلاقه هذا كازان سهيل بن احمد بالحوته العامري، والمركز الثالث هنا التواجد من مدينه ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي، ولكن خلاص مراسيل قفلت على الشوط، روحت كانها على درع الدفوف حايره بين السماء والجاذبيه. يا بالشر سلام يا مراسيل، سلام سلام عليكم يا اهالي جلفار واهالي السوان. محمل على ظهر مراسيل، تهانينا لمحمد بن سلطان بالشر الخاطري، ولكن الخطوره من الجنب الثاني هناك، ولكن سلام سلام عليكم يا اهالي راس الخيمه. كافد محمل على ظهر مراسيل المركز الثاني كازان لسهيل بن احمد بن حوته العامري، والمركز الثالث تاتي مدينه لناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي، والمركز الرابع حفلنا الكريم هنا التواجد من شواهين على رابع المراكز سعيد بن محمد بن مبارك الخيالي، والمركز الخامس هنا التواجد على خامس المراكز من روعة لناصر بن علي بن خصيبة الظاهري. هكذا أعزائي المشاهدين عشنا أحلى لحظات في هذا الجو الممطر والجو الغايم ما شاء الله، ولكن مراسيل من أيضا ترسل السلام لهالي أيضا راس الخيمة وهالي ايضا اهالي الخريجه، وايضا تهانينا لمحمد بن سلطان بالشر الخاطري على فوز مراسيل وحققت هذا الاداء التوقيت الزمني. التوقيت الزمني لمراسيل 4:24 بالوفاء والتمام. هذا هكذا كان توقيت الزمني لأيضا مراسيل، أيضا وحدة أيضا محمد بن سلطان بشر الخاطري هذا الفوز والناموس. تهانينا إلى الجميع. هناك المركز الثاني، اللي هي كازان سعيد بن أحمد بالحوته العامري، حققت التوقيت الزمني 4:25 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس إلى الجميع. المركز الثالث هناك التوقيت الزمني للمركز الثالث اللي هي مدينة لناصر بالعوضي بيحيى المنهالي، قطعت المسافة في أيضا 3 كيلومتر في 4:27 3 أجزاء من الثانية. تهانينا إلى الجميع.